كده رح نكون ضمن مساحتنا الصباحية مع الموسيقى اللي لها طعم ولون خاص، فهو من أومن بالموسيقى السورية وهويتها، بعيدا عن مزج بألوان موسيقية مختلفة على آلة الكمان. بدأ كهاوي وأصبح مدرس في المعهد العالي للموسيقى ليبدأ بتكوين مزيجه الموسيقي الخاصة من خلال تأسيس فرقة السيد درويش، وصولا لفرقة أثير اللي كان لها أثير الخاص على مسرح الأوبرا، عبر طرح أفكار بألوان موسيقية جديدة، البعض منها تأليف وإبداع موسيقية اللي عم يعزفوا فيها. واليوم ضمن مساحتنا رح نتعرف على فرقة أثير، والأهم رح يكون عندنا وقفة عن تجربة عازب الكمان رشيد هلال اللي رافق السيدة فيروز وكان العازف الأول بالأوركسترا اللي عم بترافقها. يسعد صباحك أستاذ رشيد، سعد وأهلا وسهلا صباحكم فيك. وصباح المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا اهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. لا يعني بالبداية قديش حلو الواحد يكون عنده حلم وطموح ويبدع بآلة، ولكن ما يوقف عند موهبته أو التدريس، بل يمكن يحتضن فرقة صغيرة ويكبرها. خلينا نحكي عن هاي التجربة، وخلينا نحكي يمكن عن الفرقة يلي حضرتك عملتها، هي السيد درويش وأسير، تنتين عنا تنتين تمام. تنتين. هلا فرقة أثير تعنى بالموسيقى الآلية، فرقة سيد درويش هو يعني مشروع أكبر. سيد درويش أسسته أنا وزوجتي المغنية ميس حرب، تجمع غنائي فيكي تطرحي فيه شيء بأقرب للعالم أكثر، بالأخص عندنا نحن هون بالبلد يعني لسه مو معودين نسمع موسيقى آلية للأسف، يعني بجوز بعد فترة تصير هذا الموضوع أكثر عام ومطروق أكثر. فهي هي أوركسترا سيد درويش، فيها موسيقى آلية بس فيها غناء، فيكي تطرحي كلمة وصوت. فرقة أثير هي تعنى فقط بالموسيقى الآلية. نعم، أمسيات كثيرة كمان قدمتوها. خلينا نحكي عن أمسية ومضات على مسرح دار الأوبرا، كان في مزيج بين الموسيقى الغربية والعربية أيضا، خلينا نعرف أكثر عنه. تماما. هلا المزيج هذا نوعا ما خطر شوي، يعني اجمالا يعني التعامل مع موسيقانا نحن العربيه او الشرقيه، خلينا نقول بدنا نقدر نحافظ على هيكليه الموسيقى العربيه وبنفس الوقت نستفيد من تجارب الغرب بالشيء اللي عملوه هن. الموسيقى الغربيه متطوره اكثر من موسيقتنا نحن الشرقيه، اما موسيقانا اغنى فيها تفاصيل اكثر. المزج هذا كان يعني مو سهل، تحديدا بأثير بدي احكي عنها، هي تجمع يعني نحن كم عازف يعني عندنا نفس الافكار، عندنا نفس الهم، بنفهم الموسيقى تقريبا بذات الطريقه، ف عملنا هذا التجمع اللي هو بيعبر عن افكارنا الموسيقيه. ووصلت لها بعد سيد درويش لانه بحاجه حيز موسيقي اكثر للواحد يعبر عن حاله كعازف يعني. نعم تمام. بالإضافة لتأسيس الفرقة، حضرتك عندك مؤلفات موسيقية فتت بهذا المجال، شو هو الشيء اللي خلاك انك انت تبلش بالتأليف الموسيقي، ويمكن يعني شو هي الركيزة اللي انت خلص بتخليك تبدع بمجال التأليف؟ لا شوفي، موضوع كلمة مؤلف موسيقي كلمة كتير كبيرة، يعني بالبلد قليل ما اذا بدك تسمي مؤلف كومبوزر، يعني الدارج عندنا لانه نحن بنعرف التأليف هو اللي بيألف اغاني. تمام. التأليف التأليف الموسيقي الموسيقي يعني ان كان اغنية او موسيقى، المؤلف بده يكون دارس دراسة عميقة وهو علم حد ذاته، يعني موضوع يعني كتير صعب. مو هيك كلمة، يعني هي كلمة انه ملحن غير مؤلف، خلينا نفصل. الملحن هو الدارج عندنا، يعني مثل عبد الوهاب ملحن، السنباطي ملحن. التأليف الموسيقي يعني بتحكي حدا مثلا بيتهوفن او موزارت، يعني هو كومبوزر بيألف بوزع بيكتب للفرقة كلياتها للأوركسترا، دارس هارموني دارس توزيع. هذا الموضوع صعب كتير، فأنا يعني ما بعد حالي مؤلف مؤلف، يعني في عندي وجهة نظر أساسا، يعني التمرين الآلة وكمان واحد يدرس تأليف وهي شوي صعب، فأنا عندي وجهة نظر بالتأليف والتوزيع الموسيقي عبرت عنه من خلال يعني بعض القطع الموسيقية وبعض الأغاني اللي أنا عملتهم لزوجتي ميس حرب. نعم. طب خلينا نحكي إنه كان في فرقة سيد درويش، شو اللي خلاك تأسس أثير؟ يعني شو الدافع اللي خلاك تأسس أثير؟ سيد درويش
يعني مشروع مشترك بيني وبين زوجتي، انه بدنا في شيء بدنا نعبر عنه. واخذنا اسم سيد درويش تيمنا فيه. يعني في ناس احيانا بيسالونا انه اشتغلتوا حفله كامله ما في شيء لسيد درويش، انه لا، هو مو سيد درويش بس كاعمال، لا، كنهج. سيد درويش هو فنان الشعب بيسموه. سيد درويش اللي بيميزه انه قدر يعمل شيء قريب للعالم وبنفس الوقت جديد. هاي معادله جدا صعبه. غالبا عندنا في محاولات للتجديد والتطوير دائما، يعني احيانا بتفشل، احيانا ما بتطلع دون، يعني بتكون دون المستوى المطلوب. سيد درويش الابداع او العبقريه تبعه هي انه عمل شيء جديد كليا بفتره كثير كان الالحان باهته، بطيئه كثير، محجمه، فيها مونوتون. هو قدر يحرك الالحان، يعمل اشياء جديده، وبنفس الوقت هو كثير كان قريب للعالم. فهذا النهج نحن عم نحاول نتبعه بفرقه سيد درويش كمشروع، انه نعمل شيء جديد وبنفس الوقت قريب للعالم، بحاكي هم العالم تماما. نعم، خلينا كمان ننتقل ونحكي عن مشاركتك مع الرحابني، نحكي عن هي التجربه وقت حملتك بعض من المسؤوليه كمان بالوقوف يعني وراء السيده فيروز. هلا السيده فيروز تعلمت منها الاجتهاد والتعب. يعني نحن مضطربين هالايام، يعني بنعمل بروفات الفرقه لحالها، بالبروفا جنرال بنشوفه شوي بيغني معنا وعلى الحفله. يعني السيده فيروز من اول يوم بروفات لوقت الحفله بتيجي قبل الفرقه وبتروح بعد الفرقه، فكتير بتخاف على شغلها وبتكون حريصه. يعني بعد هالعمر الله يعطيها العمر والصحه، بعد هالعمر كله بهال يعني بهالسن هاد هي بتكابر على حالها. نجي على الستيج بالبروفا بنلاقيها موجوده قاعده قبلينا، بنخلص ونفل بتفل بعدينا، مع انه بروفاتها مضنيه. يعني عندنا بس نحضر لحفل تقريبا عندنا بروفتين كل يوم، كل بروفا 4 ساعات، فهي 8 ساعات موجوده معنا. يعني من اول بروفا، من لما نحن عم نفك النوطات لسه يعني عم نشوف شو هي موجوده وعم تسمع وعم تشوف. هاد ست فيروز. رحابني اذا نحكي تجربتي مع زياد، كثير تعلمت منه. شخص كثير بسيط، يعني بتحسي يعني بهي عظمته هو متواضع جدا، عكس كثير عالم تعامل معهم من انا وطفل بشوفهم كذا بحبهم انه تعلق فيهم، بس اشتغلت معهم لقيت تعلقت فيهم اكثر. لا، في ناس العكس، في ناس انه ليش يعني، مو كونه الواحد فنان كبير معناته هو انسان. يعني انت كونك انسان غير كونك فنان، هاي بدها تنفصل. يعني يكون اي حدا، اي شخص متواضع في انسانيه اكثر. فهذا الموضوع، هاي البساطه تعلمتها كثير من زياد. اضف الى الموسيقى كيف تنعمل، كيف تنصنع، شلون بفكر، كثير كان في افاده لي. يعني واجمالا زياد هو نهج سيد درويش كمان اذا بدنا نحكي. يعني حلو. طب حضرتك وزوجتك يعني هي مغنيه وانت موسيقي، هي العلاقه تناغم، كيف ممكن انه تاخذ رايك او ممكن تالف لها شيء يوم شيء؟ طبعا الفت لها انا، الفت لها اغنيه، وهلا كمان في شيء جديد على الطريق. هو احيانا ما على طول بكون تناغم، يعني احيانا بيكون يعني اختلاف وجهه نظر ويحتد من النقاش والاراء. وهي لانه كمان هي مو بس مغنيه، يعني هي دارسه، خريجه معهد عالي، هي بتعرف كيف تكتب نوطه، بتفهم كثير بالموسيقى وشلون التوزيع. لا، صباح الخير المدام ميس حرب. الله يسلمك. فاحيانا بيكون في احتدام بالموضوع، بس بالنهايه النتيجه بتكون ايجابيه. اهم شيء يمكن من قلب البيت هالعائله الفنيه تثمر حب وتوصله للعالم. واكيد بدنا نخبر انه كمان سلطان بيعزف على كمان. هي الموهبه كيف نقلتها لابنك وكيف عم تنقلها لطلابك؟ هي اوكي بالوراثه، بس كمان في يمكن اسلوب، في شيء عم يشوفه كل يوم، في ابداع ظهر قدامه لحتى لفته، مو بس هو والطلاب. هي الشغله يعني بقوله سلاح ذو حدين. يعني من ناحيه واخذ موسيقيا، يعني وراثيا طبعا اخذ مني ومن امه، طبعا اخذ من امه اكثر لانه امه موهوبه اكثر مني، انا مجتهد اكثر، اخذ الاجتهاد مني يعني بالتمرين وبالشغل، ووعي على جو موسيقى. يعني هو بيسمع وبيشوف الاشياء براسه. والله هلا بهالعمر في شوي ضغط، يعني
يعني، والطفل بس ما صارش شغلة تعليم مو تسلية، بتصير ينفر نوعا ما منها. بس الشيء السلبي انه هو يعني ما عاش لذة انه انا بدي اتعلم موسيقى، يعني هو خلق على الدنيا انه وين رايح بابا، على التسجيل او على الحفلة، وما هو نفس الشيء. فما عاش اللذة اللي عشتها بطفولتي انا من عمامي، يعني انه عمامي اثنين مؤلف وعازف كمان، وجه لهم تحية. فكنت اطلع عمي كيف عم بيعزف، يعني تصير انت تروح تقلده بالبيت، انه ليش انا مو هيك، او شوف الناس كيف مهتمين في كذا، انه لازم انا. هاي سلطان ما عاش، يعني صار دغري فات بالجو. فهاي كمان الى ناحيه شوي سلبيه. طلابك كمان كيف تنقل لهم هاي التجربه؟ طلابي طبعا في الصغار اطفال بعلمهم، وهذا شيء مرهق كثير كثير، يعني التعامل مع الاطفال جدا صعب. يعني كل طفل بدك تلبسي شخصيه، في عندك الحساس، في عندك يعني كل واحد طريقه تعامل معه، يعني فكتير صعب. بالمعهد العالي لا، اسهل القصه شوي، يعني بتقدري تعطيهم خبرتك، بتقدري تاخذي وتعطي، بتعرفي بتقدري تصنعيهم كمحترفين يعني. نعم. طيب بالختام خلينا نعرف شو الجديد اللي عم تحضروا له هلا. الجديد عندنا اطلاق الالبوم الثاني لميس بتجمع سيد درويش، وحيكون حفل الاطلاق ب 28/10 بدار الاوبرا. يعني نتمنى من الجميع الحضور. اكيد بدنا ندعي كل الناس، ونحن اكيد بدنا نتشكرك، واهلا وسهلا فيك ويسعد يعني صباح. اهلا فيك ويسعد صباحك، وشكرا لك. شكرا لك لوجودك معنا، وكمان سلامات لعائلتك الحلوه. الله يخليك، تسلمي كلك. شكرا لك.